في هذا الفيديو بدي أركز على نقطتين، النقطة الأولى غلب حالك شوي، والنقطة الثانية لا تستبق الأحداث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر وبقدم لكم قناتي مذكرات ممرض. في هاي القناة بنتكلم عن التمريض وبنتكلم عن الغربة في نفس الوقت، فلو عجبك عنوان الفيديو خليك معي للآخر. لا تنسى الهاند ووشينج، البس الجلوفز وهات الماسك وتفضل معي. من يوم ما فتحت القناة من حوالي سنة تجيني أسئلة واستفسارات كثيرة، وبالذات من يوم ما بلشت أتكلم عن الشغل بالخليج كثير ناس بيسألوني كيف أقدم وشو راح يسألوني بالمقابلة وكيف بدي أنقبل ولما أنقبل شو بده يصير. فمن بين كل الناس اللي سألوني أسئلة عملت فيديو واحد سميته الرد على أسئلة المتابعين، وأكثر نوعين استفزوني، مش لأني ما بحبهم أو ما بحترمهم، لكن نوع منهم يستبق الأحداث بشكل كبير جدا، والنوع الثاني مش حاب يغلب حاله بقرش. بالنسبة لاستباق الأحداث، في ناس بقول لي أنا طالب، هل قطر أو الخليج بشكل عام راح يظل يطلب من هون لغاية ما أتخرج؟ الجواب يا أخوي تخرج بعدين بفرجها ربنا، احتمال كل العالم يتغير قبل ما تتخرج، احتمال كلنا نموت قبل ما تتخرج، احتمال يفتحوا كمان 1000 مستشفى قبل ما تتخرج، انت ركز في تخرجك ويخلف عليك بعد هيك شو يصير مش شغلك. في ناس بيسألني انا جربت اتخرج او انا تخرجت مثلا قبل شهر او معي خبرة سنة، اقدم باخذوني؟ يا حبيبي لسه قدامك تخرج، وقدامك انتساب للنقابة، وقدامك بدك تطلع رخصة مزاولة مهنة، ولما يصير معك بعد كل هالحكي 3 سنوات خبرة تسألني هالسؤال. فانت لا تستبق الاحداث، يمكن من هون ليوم ما يصير معك 3 سنوات خبرة تكون انتصرت بامريكا ولا على سطح القمر ولا لاقي فرصة احسن. يعني القناة عاملينها عشان نساعد الناس اللي جاهزين ومطابقين للشروط وبكرة الصبح بده يسافر، تيجي انت تسألني كمان 6 سنين شو بدي اعمل؟ مش وقتك. في ناس بسألني انا قدمت على قطر او ناوي بكرة او بعده اعبي طلب، فلو نادوني على المقابلة شو راح يسألوني؟ اولا ما فيش تمبلت هيك معين لكل بني ادم بالدنيا، يعني مش كل الممرضين اللي بقدموا لنفس الدولة بنسألوا نفس الأسئلة. رقم 2، انت اصلا لسه معبيت طلب، تسأل على المقابلة من هسه، لما يكون مقابلتك بكرة رن علي وانا تحت امرك. في ناس بيسألني انا اليوم عملت مقابلة وطلعت من المقابلة ما تبردوا لي خبر، الجواب شو بعرفني؟ لانه ممكن يطلبوا 1000 واحد ويجيهم 1000 واحد ضمنيا الكل تعين، فبتكون شغلة يردوا لك خبر مسألة وقت يومين 3. مرات بطلبوا 100 بيجيهم 10000، هذول بين ما يفرزوهم وبينوا الكويس من العاطل بدهم 8 9 أشهر. فما في حدا بيقدر يرد لك خبر متى رح يردوا لك خبر إلا اللي عمل معك المقابل لنفسه. وزيه الناس اللي بقول لك أنا ردوا لي خبر وعجبتهم كل شيء تمام، بس ما بعتوا لي لا تذاكر ولا عقد العمل ولا إشي، متى بسافر؟ أنت مفكر إنه كل إنسان اتعين سواء بالخليج أو بغيره يعني قضى نفس الفترة ما بين المقابل والسفر؟ في ناس قابلوا وبعد أسبوع سافروا، وفي ناس قابلوا وبعد 2.5 سنين سافروا، مش كل الناس واحد. فلا تسأل هذا السؤال لحدا لأنه فيش له جواب، حتى اللي قابلك ما بعرف أنت راح تطلع لك الإقامة ويبعث لك التذاكر، ممكن تطلع الإقامة يقعدوا أسبوعين يصلحوا في غلط أنه نقطة زيادة أو همزة ناقصة في اسمك، هي لحالة أخرك أسبوعين، صارت مع كثير ناس. في ناس كثير لسه ما وقع العقد وبيبعث لي أنا لقيت شغل، إجاني الأوفر، لسه ما وقعت العقد، ما إجاني تأشيرة، ما أخذت الفيزا، ما عملوا لي إقامة، لسه ما بعتوا لي العقد، لسه ما سافرت على البلد اللي انت فيها. ومن هسه بسألك انا بعد ما اصل قطر او بعد ما اصل السعودية بعد اكم شهر بقدر اسحب اهلي؟ بعد اكم شهر بنزل لي بدل سكن؟ بعد اكم شهر بستلم؟ يا حبيبي انت تعال بعدين بفرجها الله، الاشياء هاي مقدور عليها. كل الدنيا اي واحد بتغرب بعرف انه اول 2 أو 3 شهور بدك تتوكل على الله، لا في راتب ولا في بطيخ، كل شيء يعني بعطوك اول 2 أو 3 شهور مع بعض، فانت بس تعال ومضي اول 2 شهور كيف ما كان بعدين بفرجها الله. يعني في ناس بيعرفش كيف يقدم او لسه ما قدمش اصلا وبقول لي لو جيت على البلد بلاقي مدارس لاولادي ولا لا؟ يا اخي بس تنقبل خير وفرج، انت اصلا قدمت طلب، رحت على مقابله، اضمنت الوظيفه، انت اصلا مش معبي طلب، تسالني عن الاشياء راح تصير كمان 2 سنين ليش؟ ما انت من هون لما تقدم وتقابل وتنقبل راح تكون تغيرت كل القوانين هاي الاشياء اللي بتسال عنها. حتى اللي بيسألني قديش الراتب وقديش بحوش وقديش بقدر أبعت لأهلي وقديش بقدر أحط على جنب، أنا بقدر أقول لك أنا قديش راتبي هسه، بس أنت قديش رح تقدر تحوش؟ شو بدريني، بلكي أنت مصرف، بلكي أنت بخيل، بلكي أنت بتصرفش ولا قرش، بلكي أنت مضيع فلوسك على الهبل وقلة العقل،
وكل يوم تصرف 100,000 ليرة، أنا شو بعرفني شو بدك تحوش؟ اسأل حالك. تسألنا النوعية الثانية من البشر اللي بتطلع الروح، اللي هم ما بحبوا يغلبوا حالهم وما بحبوا يتعبوا حالهم بقرش، ولو كان الجواب تحت إيدهم أو بس بكبسة زر ما بيكبسوا هالزر. يعني في ناس بيقول لك كيف أدور على وظيفة في قطر أو في الخليج؟ أنت فيش معك تلفون؟ أنت فيش عندك جوجل في تلفونك؟ يعني لما بدك تحضر مقاطع مضحكة أو مقاطع ساخنة بيكون معك نت، ولما بدك تدور على شغل بخلص النت فجأة؟ فوت على جوجل واكتب وظائف للممرضين في قطر، وظائف للممرضين في السعودية، بيطلع لك 100,000 نتيجة، افتحهم واقرأ. شهر شهرين بتصير معلم، بتصير تعرف كيف تدور وكيف تلاقي. اكتب موقع توظيف بتلاقي طلع لك بدل النتيجة 3,000 نتيجة، نقي 4 5 منهم، حط السي في تبعك عليهم، بتصير كل أسبوع يجيك عقد. عجبك سافر، ما عجبك استنى اشي احسن. تيجي بتقول له بدك تقدم لقطر، هو موقع واحد في الدنيا اسمه يونايتد ام بي، بتفوت على الموقع بتعمل ساين اب، بتعمل حساب، بتحط باسورد، بتحط يوزر نيم، بتحط كل اشي، بتسجل السي في تبعك، شهاداتك وخبراتك عليه. بقول لك كيف اعمل السي في؟ يعني انا مش فاهم، انت ممرض وعمرك 25 28 ممكن 33 سنة وبتعرفش تعمل سي في، انا شو بدي اعمل لك؟ في ناس بحسسك انه بدك تعبي الطلب عنه، وبدك تفهمه وين روحه وين يجي، وبدك تروح تقابل بداله، وبدك تروح تشتغل بداله وتبعت له الراتب على بلده. مش لهالدرجه، غلب حالك شوي، اسال عن الشغله، دور على جوجل، دور على اي موقع زي البشر، ما لقيت اسالني. في ناس بيجي بيسالني كيف اعمل سي في؟ انا اللي بدي اسالك كيف انت ممرض؟ المفروض هذا الحكي تعلمته قبل ما تتخرج باسبوع، كيف تعمل سي في؟ وفي فيديو يمكن مدته 20 او 25 دقيقه عملته كيف اعمل سي في، يمكن 60 70 واحد اللي شافوه، وبعد ذلك الفيديو موجود. بدك تعرف كيف تعمل سي في روح شوفه. في ناس بقول لك كيف اقنعهم بنفسي في المقابله، هذا سؤال بنسال. انت لو حبيت بنت او خطبت بنت كيف بدك تقنع ابوها فيك؟ هذا السؤال لازم انت تكون عارفه. انت لو بدك تشتغل شغل او تفتح دكان او تفتح شركه تبيع اي منتج بالدنيا، انا ككاستمر او كمستفيد او مستهلك، كيف بدك تقنعني اني اشتري البضاعه تبعك؟ مش لازم تقول لي هاي كويسه وهي رخيصه وهي ميزاتها كذا صح ولا لا؟ فإذا أنت مش عارف كيف تبرز المواهب والأشياء الكويسة اللي فيك، أنا بدي أعلمك. في ناس بقول لك شو بدهم يسألونه بالمقابلة؟ فوتوا على جوجل اسألوا أسئلة المقابلات المتوقعة أو النموذجية أو المعتادة، راح يطلع لك 15,000 نتيجة، اقرأ ثنتين ثلاث منهم بتصير معلم. مش قصة يعني، أنا مش بديش أجاوبك لأني بخيل أو لأن أنا متكبر عليك أو مدام وصلت بديش الناس توصل أو ربنا فتحها علي الله لا يقيم الناس، أنا ما بفكر بهذه الطريقة. لكن بكل بساطة 500% الأسئلة اللي سألوني إياها ما راح يسألوها إلك، لأنه لا أنا أنت ولا اللي قابلني نفس اللي قابلك. في ناس بيبعت لي ابعت لي اللينك تبع مواقع التوظيف، أولا أنا ذكرتها في أكثر من فيديو، روح دور عليهم وحضرهم. رقم اثنين، أنا لما أعطيك اسم الموقع اكتب اسمه على جوجل بيطلع لك أول نتيجة. ما فيش حدا بالكون بيعرفش شو هو لينكد إن، ما فيش حدا بالدنيا بيعرفش إيش هو النوكري جولف، ما في حدا بالعالم بيعرفش جوجل أو فيسبوك. مش عارف تفتح على جوجل وتكتب وظائف في الخليج أو وظائف للممرضين في الخليج؟ ما ظل يعني أدور لك على شغلة وأبعت لك العنوان اللي فيه المقابلة وأخلص، يعني شو أسوي لك؟ في ناس بكون قابل من قبل وبعتوا له العقد، في الأخير ببعت لي العقد زي ما هو بقول لي ترجم لي إياه. نعم، مش لهالدرجة يا أخوي. يعني إذا العقد أصلا موجود أونلاين كوبي بيست حطه على ترجمة جوجل تعرف ترجمته. أنا ما بقول لك سيب اللي وراك واللي قدامك ترجمه كلمة كلمة، بس مش لدرجة أسيب اللي وراي اللي قدامي وأقعد أترجم لك. أنت اللي راح تشتغل، مش عارف تترجم قديش راتبك بالشهر ولا كم يوم إجازة بيطلع لك بالسنة؟ في ناس بسأل عن شغلة معينة، يعني مثلا أنا عملت فيديو عن الحياة في قطر أو الشغل في قطر أو كيف تلاقي وظيفة في قطر، طلع واحد قال لي بدي أعرف كيف أطلع بريطانيا، أنا ممرض بدي أطلع بريطانيا. قلت له هاليومين بعمل لك فيديو عن بريطانيا، عملت بدل فيديو 6 عن بريطانيا، ورجعت على التعليق اللي كتبه بدي فيديو عن بريطانيا، كتبت له الفيديو جاهز رح ينزل الجمعة الجاية الساعة كذا، ما في حدا برد. بعدها بأسبوع قلت له بكرة الفيديو الثاني من نفس السلسلة رح ينزل، ما في حدا برد. بعدها بأسبوع الفيديو الثالث من نفس السلسلة رح ينزل، ما حدا برد. بعثت له على الخاص، بعثت له على العام، رديت على نفس التعليق. طب يعني على الأقل احترم مجهود البني آدم اللي بيكلمك. أنا رحت وبحثت في المسألة ودورت في مواقع حكومية وعرفت كيف بيشتغلوا. انا نفسي قدمت لبريطانيا في يوم من الايام، كان ضايل اسبوع بسافر، في الاخير لغيت الفكره لسبب ما بعدين بقول لك. فانا مش يعني واحد قرا القصه في جريده وجاي يترجم لك اياها للعربي،
انا شخصيا اللي بحكي معك، انا معي مزاوله بريطانيه بس انا ما حبيت اطلع. فشغله انا قعدت شهور ماشي فيها، وكان ضايل شوي بخلصها للاخر، وبجيب لك معلومات موثوقه بالارقام وبالنسب من مواقع حكوميه رسميه على الانترنت، وبجهز الفيديو وبكتبه بالانجليزي وبرجع بترجمه بالعربي، وبرجع بقعد تلت ساعه وانا بصور، ويومين ثلاث وانا بمنتج، وببعت لك هيو نزل، وفي الاخير ما بتحضره. طب انا شو اسوي لك اكثر من هيك؟ فيديو 10 دقائق مش مستنظف تحضره، اروح ادور لك على شغل؟ في واحد مره من المرات قال لي ابعت لي رقمك. قلت له ليش؟ انا ما بعطي رقم لحدا، حقي. انسى انه انا فاتح قناه على اليوتيوب، وانسى انه انا فاتح قناه على التيك توك، وانسى انا يعني ما بعتبر حالي انسان مشهور او انسان متكبر على الناس، بس سؤال، شو بدك في رقمي؟ كل فيديو بقول اللي بده اي اشي يدخل الوصف تبع اي فيديو، ايميلاتي موجودة تحت، حساباتي موجودة تحت، الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام، الايميل الشخصي تبعي موجود في وصف كل فيديو على القناة. يا بتبعت لي على الخاص على الايميل، يا بتبعت لي رسالة على تيك توك او فيسبوك برد عليك. فشو فرقت انه تاخذ رقمي؟ في الاخر راح تكلمني واتساب، طب هيك ماسنجر وهيك ماسنجر، شو الفرق؟ قلت له كلمنا على الفيسبوك ماسنجر. قال ما عندي فيس. طيب دقيقتين بتكون عامل اكاونت على الفيس وبتكلمني، لو انت مش حابب انا اعرف مين انت اعمل اكاونت جديد وكلمني. لا بعرفش كيف بيعمله. طب انت كيف بدك تطلع بلد ثاني وتشتغل شغل ثاني وتتعامل مع ناس عمرك ما شفتها وتتكلم بالانجليزي طول حياتك وانت مش مستنظف تعمل اكاونت على الفيسبوك او ما بتعرف تعمل اكاونت على الفيسبوك؟ قلت له عندك بدل الطريقة 4 تتواصل معي، بس انت مش حابب تغلب حالك. في النهاية بتعطي رقمك بتطلع شغلة شخصية، بيجي بقول لك انا اشتغلت وتخرجت وعملت ومعي 90,000 سنة خبرة ودورت على شغل وما لقيتش وقدمت للكويت وما قبلوني وقدم. يا عمي خلص، شو سؤالك؟ بدي اعرف كيف بقدموا لقطر. ما كان كتبت 3 كلمات في تعليق على اي فيديو ورديت عليك بنفس الساعة. يعني وقت الناس مش لعبة برضو، انا وراي شغل وراي اولاد وراي القناة، كل يوم بصور فيديوهين ثلاث بقعد امنتجهم، في عندي فيديوهات جهزت لثلاث اشهر لقدام. كل اربع وجمعة بنزل فيديو طويل اكثر من 5 دقائق، وكل احد وثلاثة بنزل فيديو قصير اقل من 2 دقيقة. فانا مش قاعد حط ايدي على خدي بستنى مسج منك. يا ريت الناس تكون وصلتها الصورة، انا مش متكبر على حدا، ولا انه انا وصلت فشايف الناس اللي ما وصلوا هذول اغبياء او قليلين حيلة. لا، انا الانسان اللي بيستاهل المساعدة بساعده، والانسان اللي بطلب المساعدة الاشي اللي بقدر عليه بساعده. لكن انا لما اكون عامل فيديو عن الشغلة ما رح اجاوب على سؤالك، رح اقول لك احضر الفيديو تفهم. اذا فهمت كل اشي عن المسألة ما عدا سؤال واحد او كلمة واحدة، اسألني هذا السؤال بجاوبك. اما انا بعمل الفيديوهات مش عشان اربح منها، انا لحد الان ما دخل لي ولا قرش من اليوتيوب، انا بعمل فيديوهات عشان كل واحد بيسالني سؤال اقول له احضر الفيديو الفلاني بتفهم التفاصيل الممله بس. فيا ريت لا تستبقوا الاحداث ولا تفكروا باشياء ضايلها سنين لما تصير، ولا تظلوا نايمين مستني محمد ناصر يسال لكم ويدور لكم ويعرف لكم وانتم مش عاملين اشي. وغالبا غالبا غالبا 90% من الناس اللي بقول لك اسال لي وابعث لي اللينك وعمل لي وسوي لي ما راح يقدم وما راح يقابل وما راح يطلع حتى لو بعتوا له العقد لباب بيته. بتمنى تكون الرسالة وصلت، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. سامحونا، السلام عليكم ورحمة الله.